انا عن نفسي كان عاجبني اداء المنتخب المغربي النهارده بخلاف منتخب جورجيا اللي هو تقريبا تصنيفه ال 82 والمنتخب المغربي قده 10 مرات والكره هات وخده. مع المنتخب المغربي النهارده كانت هب، بس الاستحواذ كان مع المنتخب المغربي والفرص كانت ده الشوط الاول فقط كان 6 فرص ضيعهم على المنتخب المغربي وكان قادر انه يخلص الشوط الاول 4 ولا 5 وبتاع. وعجبني قوي معلق المباراه الجميل، ايه العظمه وايه الحلاوه دي، لقد تمت المهمه بنجاح يا عم المعلق. المعلق النهارده كان قاصد ان هو ينيم جميع المشاهدين علشان ما حدش ينشي المنتخب المغربي عين علشان ما يتعثرش في كاس العالم ولا اي حاجه، كل اعوذ برب الفلق. ولكن المعلق في نص المباراه قلته سكت، قلقت عليه، طب يا عم شاور، طب اشتمنا حتى، طب وجه لينا السباب او اعمل اي حاجه. ولكن برغم بقى المعلق ولا اي حاجه عجبني قوي وليد الركراكي والجمال اللي هو عم الانسجام وتحس كده الروح الجماعيه والمهارات الفرديه. مش هو دوت حكيم زياش يا عم حلوزيتش اللي قعدت تقول ان حكيم زياش بيخلق فوضى في اوضه اللبس، حكيم زياش بيقعد على الانستجرام، حكيم زياش ما بينامش بدري ولا اي حاجه. النهارده لقينا حكيم زياش برغم ان هو في المراوغات الفرديه اخفق نوعا ما، ولكن النهارده حكيم زياش بيجيب صاروخ واخد بالك من الامارات بيبعته لتشيلسي، بيبعته لجراهام بوتر وبيعدي جراهام بوتر وبيخترق توخيل. حكيم زياش اللي عملوا له دكه باسمه تقريبا، ولكن النهارده حكيم زياش جاب جون عظمه على عظمه، وكنت مستني تعليق المعلق يبقى اسخن من كده. عالي الله الله سجل يا تاريخ سجل. معلش يا عم المعلق شلنا صوتك وحطينا فهد العتيبي عشان انت ما اديتش الهدف حقه، الهدف جاي من 55 متر تقريبا عشان حكيم زياش بيجيب الهدف الثاني، ولكن افتتح المباراه وافتتح على التسجيل يوسف النصير. اخيرا يوسف النصير يسجل وهبلك الهدف الاول في الدقيقه السادسه. ولكن من بعد الهدف الاول ولينا المنتخب المغربي سيل من الهجمات، 6 فرص ضايعين تقريبا في الشوط الاول علشان اشرف حكيمي بيضيع هدف وهبلك، بعد كده يوسف النصير ثاني، بعد كده املاح وناحي حكيم زياش. بسم الله ما شاء الله النهارده المنتخب المغربي في الشوط الاول كان مستحوذ على المباراه وخلى المنتخب بتاع جورجيا هي هجمه وحيده بيشيلها ياسين بونو علشان المباراه تنتهي 3-0. ولكن في الشوط الثاني لقينا الريتم هدي شويه والحق والمعلق بسم الله ما شاء الله كنا نتمنى ان هو يتغير ما بين الشوطين، ولكن قدر الله ما شاء فعل. لقينا المعلق واخد بالك برده بيهدي الريتم معانا شويه، عنايه غفلت واذ فجاه لقينا حمد الله بيبدا في الشوط الاول الشوط الثاني واخد بالك بيخرج يوسف النسيري وبينزل حمد الله اللاعب المجتهد اللي من 2019 ما شفناهوش. النهارده حمد الله بيشارك لاول مره من بعد غياب تقريبا 3 سنين عشان النهارده حمد الله بيجيب ضربه جزاء وبيقف قدام سفيان بوفال، عينه بتقول ان هو عايز يلعبها، سيبه يلعبها يا عم سفيان بوفال. ولكن وليد الركراكي حاطط سيستم هي مش زيطه وخلاص، سفيان بوفال عليه ان هو يسجل ركلات الجزاء واخد بالك اذا كان في كاس عالم اذا كان في مباراه رسميه او مباراه وديه وبتاع. ولكن حسيت كده ان حمد الله لما نزل اللعب بقى اكثر فرديه وليس جماعيه، يعني في الشوط الاول كان في تركيز ان حكيم زياش بيرفع اوفرات واخد بالك ليوسف النصيري وريت يكتر منها قوي الاوفر بتاع حكيم زياش اللي هو صعب قوي اختراقه بسم الله ما شاء الله وبينزل على راس اللعيب وتحس ان هو متسنتر. لقينا في الشوط الثاني العرضيات قلت، اللعب الجماعي قل خالص، حمد الله تقريبا الفرصه الوحيده اللي جات له شاطها واتسددت واتحسبت ضربه جزاء. حمد الله لاعب نشيط جدا، حمد الله لاعب قوي جدا، ارجح يعني وارشح ان حمد الله ان شاء الله يعني ان وليد الركراك انه يبدا بيه. عندك طبعا المنتخب البلجيكي، بكره المنتخب المصري هيلعب معاه وان شاء الله طارق حامد يحاول ان هو يريح لك كده دي بروين في اول مباراه او مباراتين. يعني دوله السعوديه بتشتكي من طارق حامد ومصر كلها كانت بتشتكي من طارق حامد، فان شاء الله كده نتوقع باذن الله ان المنتخب المغربي ان شاء الله يصعد اول او ثاني المجموعه ما فيش اي مشكله. ولكن انا متفائل جدا للمنتخب المغربي في مجموعته ايا كانت قوتها، اذا كان بلجيكا اذا كان كرواتيا اذا كان كندا، ولكن المنتخب المغربي مطمنك تحس كده ان النهارده وليد الركراكي في خطه. يعني لماذا اختار وليد الركراكي منتخب زي جورجيا؟ يعني في تخيلاتي انا علشان ما حدش يعني يكشف نقاط الضعف او نقاط القوه بتاعه المنتخب المغربي، ما تقدرش تحددها مع منتخب ضعيف زي جورجيا. يعني مثلا لو كان بيلاعب منتخب قوي زي انجلترا او الارجنتين او البرازيل كان وليد الركراكي هينزل بكامل قوته بكامل التشكيله بتاعته بكامل خطته وكان هيعصر دماغه قوي علشان يطلع اقصى ما عنده وبتاع. ولكن النهارده وليد الركراكي ما تقدرش تقول فين نقاط الضعف وفين نقاط القوه بتاعه الفريق. النهارده الدفاع لم يختبر تقريبا الا في هجمه واحده واخد بالك، حارس المرمى ياسين بونو هو كورتين تقريبا او 3 بكتير طوال المباراه وقدر ان هو يتحكم
بيتحكم فيهم وبتاع. خط النص النهارده كان مبتلعه جدا، وناحي وعندك حكيم زياش وعندك رومان سايس وعندك يحيى جبران وعندك كمان المعلق بسم الله ما شاء الله كان كل شويه يقول لك حمد الله وعطى الله باي. اخيرا عزيزي برافو جدا للمنتخب المغربي، ومنتظركم ان انتوا تزلزلوا الدنيا في مونديال قطر ان شاء الله، وانا عن نفسي متفائل جدا بهذا المنتخب.